بعدين ممكن انا وبعدين ما لي كلمتي بهالبرنامج مساء الخير حدا رد علي يا زلمه اللي ساعه وسبع عم ضل ان شاء الله صوتك. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجنا حبل الكذب. طبعا برنامجنا قائم على مجموعه من النهفات من الضيوف الافيهات كذا ماذا وبعدين اقناع ما اقناع كذاب مش كذاب لطيف جدا الكونسبت ما حدا بالعالم عرفه غيرنا وما حدا اخترع هيك برامج وما اظن ينعمل اصلا فيما بعد مرحله متقدمه ما حدا رح يسرق اصلا ما حدا رح يسرق. اول فقره اسمها خمسه الا في فقرة خمسة إلا عندنا خمس حقائق عن موضوع معين ولكن في واحدة منهم غلط وضيوفنا لازم يحددوا أي واحدة الغلط واللي بغلط فيهم بتروح نقاطه إلي. ضمن هاي الفقرة يا أمجد رح أعطيكم خمس حقائق أو خمس وجهات نظر وإنتوا بكم تعطوني مين يعني أي واحدة فيهم الخاطئة. هيا اللي بالنص دائما خاطئة. خطيئة. خطيئة. حلوة منك. طيب الحقائق اليوم ضمن هاي الفقرة عن الصراصير هعطيكم خمس حقائق وتقول لي أي واحدة خاطئة فيهم. بقول لك المعلومة الأولى الصرصور يقرف من الإنسان بشكل كبير يعني إذا لمس رجلك بالغلط بهستر. صحيح بروح بتحمم بروح بتحمم. المعلومة الثانية عن الصراصير بقول لك الصرصور بكيف بس يشوف واحد دايم بدخل بدانه ممكن يعيش فيها لمدة أسبوعين بدون مي ولا أكل. أوكي. الثالثة الصرصور كائن ذو غريزة فردانية أي أنه من الكائنات اللي بيحب يعيش لحاله طول عمره وحدانية وحداني والقلب وحيد. بقول لك البنات يعني. البنات إيش؟ بقول لك زي أمجد حلوة صراحة والمصحف ما نرادل أمجد أنا شايفة مدافع حتجيني بنات وإحنا بتاع التلفزيون أنا ده كان بايع راسها بنضفش الأسبوع أقسم عنده أصدقاء البنات بيخافوا من الصراصير أكثر من اللازم بس تلمحوا من بعيد تصاب بالهلع والصراخ والهروب والقفز المفاجئ. إذا شفتي صرصور بيقدر يطير لا تصرخي لأنه صوتك رح يخليه يطير بشكل عشوائي وسريع ضلك هادية. أعطوني المعلومة الخاطئة. أنا عندي شعور وليس إشي علمي إنما عواطف فقط. إنه رقم اثنين اللي أنا ضمن الفردانية وين هاي؟ يعني لا أنا ثلاث بقول قدامك فرجينا قدامك أنا بقول ثلاث. أنت بتقول يا أمجد إنه الصرصور كائن ذو غريزة لا ما بحب يعيش مع الناس هذا خطأ مع أصحابه. عمر انا بقول انه رقم اثنين بشوف واحد نايم يعني حياتي ما قابلت واحد قال لي والله صار ست اشهر في صرصور بفاني مش ست اشهر اسبوعين اسبوعين قصدي صراحه ولا انا عمر حدا قال لي بس هيك معلومه مكتوبه وصل اسبوعين ما دام تعدلت المعلومه من ست لاسبوعين معناته صح بالضبط بس انا عم بحاول اني اتهدى وانا كمان ها مش معقول والله انك لمع مش يعني مش معقول انت ما عدلوها عدلناها يعني احنا من ست اشهر لاسبوعين ما اكيد صح انا كنت موجود انت كنت نايم شفتك بس ما عبي نصحيك كان برا قوم اتسحر يا اخوي طب شو استاذي جوي شو بتقولي انا بقول الاربعه هون يا جوي اربعه لانه انا اخوي حاولنا نحن هون لخبتوني هون يا جوي اقسم جوي هون اقسم بالله اخوي بخاف من الصرصور اكثر مني والله العظيم بخليني اجي اقتل الصرصور لا انت هذا حالك لا هلا بخليك تيجي يمكن لانه انت منيحه كمبيد حشري ما موضوع ثاني يعني يمكن انت شغلتك غير ما حدش فاهم لا احنا انبسطنا عليها نادي ما ضبط لا لا كل شيء بيحكي عني امجد ماما مالك انا كان قصدي عن عمر اختك الصغيره طب عمر شو بتختار انت هسا انا والله بتشوفيه مناسب حلوة احترمني فمش قادر أحسيله عشان أعوض الحلقة عمر أنا بقول هاي حاجة أنا حاولت أنا حكيت رقم اثنين بس مش عارف طيب أنا بقول سنة شوي كان مسكته ما حد كان مسكته أنا بعرف كان حرمنا اثنين أنا بدي أرجع ريفيرس لورا ارجع وأعيد ترتيب اوراقي بليز اولوياتك ثانك يو لا احنا معنا من هون لاخر رمضان انا بقول رقم خمسة طب انت بتغششي شحرة هي انت بتغششي انا بعتذر 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 معلش انا بفضل تعتذر عن البرنامج عشان الشاشة مش شايف من زميل الجو طب حبيبنا هون اذا حشته الشاشة حس حالي بدائرة الشاشة هون هدول قديش
ثلاثة. ثلاثة ثلاثة إن شاء الله. إيه؟ إن شاء الله ثلاثة. إن شاء الله. والله بعرفتك. أنا بقول رقم ثلاث. أو إيش رقم؟ إحنا جايبين خيرة. أول إشي خيرة وسط. خيرة الأردنيين. خير الأمور الوسط. ورقم ثلاث مع الجماعة بوجوه الشباب. طيب على الوسط هو 2.5 مبين بس معش خمسة. لا يعني الخمسة أدبي الوسط ثلاثة. طيب إذا أنت بتقول ثلاثة إن شاء الله. أمجد ثلاثة. أربعة. والله هسوي أشوف شو أربعة بس من باب الفضول. إنه البنات ما بيخافوا بيخافوا من هاي بصيروا ينطوا. تخيلي. تخيل. والله أنا الموضوع هذا كان. شوفوا الإجابة الصحيحة. أنا دارسه قبل هيك. دارسه اللي صعب أحكي لك هيك. دارسه. الصرصور كائن ذو غريزة فردانية. هذا الحكي مش مزبوط. صحيح. صح ولا لا؟ صدمت. صحيح. طيب هاتوا شوف النتائج. بإذن الله. هاتوا شوف النتائج. الله الله الله. نادية واحد. أمجد واحد. جوي صفر. كعبل أستاذ عمر واحد. الله. المشكلة أنا بتغلط في كل إشي له في البيولوجي. هي بتدرس طب بيطري. يعني إحنا كل معلومات الطب البيطري ما عرفت. ما لازم تحولي هذا يعني ساين. ما هي ما بتشتغل فيها بشان إيه. لا ما ناخد عن السرسير. ليه ولا عن السحالي ولا عن السلاحف هذيك النهار ولا عن إذا بيبلا على إيش تأخذ. طب البيطري بالأردن هو طب إنتاجي. يعني مندرس البسس والكلاب ومندرس البقر والغنم. والله نو اوفنس. لا والله بعدين انتاج لفيت عند عمر ليه. انا كمان والله طلع انتاج. اهلا وسهلا بك استاذ. انه خبير بده انه خبير. طيب احنا عندنا القطط بنحطهم مع بعض. لا لا خلص النتائج واضح انها صفر وانت واحد واحد. انا سسبنس بالبرنامج. هلا هلا بتضبطي. هلا هلا ان شاء الله بتعوضيها. احنا جايبينك عن العيد عشان ما نحسد. اقسم بالله عشان ما نحسد. طيب الفقرة اللي بعدها اسمها اللي قبلنا قالوا. في فقرة اللي قبلنا قالوا رح يحكوا ضيوفنا ثلاث قصص لمثل مشهور، ولكن قصة واحدة هي صحيحة ولازم أنا أعرف عند مين القصة صحيحة ولا بخسر وبفوزوا كلهم بهاي الفقرة. شوفوا حبايبي هاي الفقرة هي عبارة عن مثل. رح أحكي لكم يا مثل شعبي تعطيني القصة من وراء. تعاونوا مع بعض لأنكم أنتوا فريق واحد. ما تنسوا هذا الموضوع دائما وأبدا. دائما وأبدا إيد واحدة. فالمفروض أنه أنتوا تفشلوني. يعني أنا أنت مالك يعني حسيت بندم. لا حاسس المستشفى يعني إيش في. المهم فلازم أنتوا شو تعملوا حبايبي. كل واحد معه رواية حبايبي. كل واحد مين بيحكي حبايب مين؟ بعرفش مين بيحكي. فوزي فوزي. ما حضرته بس أنا بعرف طبقة الصوت. ما حضرته. مش متابع الأمانة. صار حلوة منك. هلا بدنا نشوف شو هي شو هو المثل. كم تعطوني سولافته. أوكي. تذكر المكان بالتوجيه يفتحوا. هيا مسكر. تذكر وتكون نص الأسئلة مع كل الناس. كلنا بنعرف شو الموضوع. كنا عارفين. عاد بخفي حنين. عاد بخفي حنين. يلا. نحن لازم مع بعض. لا لا كل واحد فيكم معه قصة بس إنه يعني أنتوا يعني. كل واحد في التعاون. يلا. جو يو هاف ذا ستوري. تفضلي. أوكي. كان في واحد اسمه حنين بن إسحاق. أوكي. ماشي. هذا كان واحد من أكبر تجار الشام. حلو. كان في عنده مساعد اسمه حسن. حسن. وكان كتير يعني حنين كتير بخيل على حسن. أوكي. يعطيه بالقطار. ملاليم. فبيوم. باب الشغف. زي. أنا زي حسن. فبيوم من الأيام هم برحلة تجارية. شغوف. شغوف شغوف الزلم. بنعتذر بنعتذر. انت مش فاهم قواعد البرنامج جبناكم يلا. اوكي. فبيوم من الايام كانوا برحله تجاريه. أوكي. وقفوا يسقوا الجمل مي. ها. فالحنين طلع هيك صفطه نقود يعني. أوكي. فحسن اتضايق قال لك انه هذا معاه كثير مصاري وطبعا بقطر عليه وهيك. فراح رفع الحجر وقتله. حلو. واخذ المصاري واخذ الخفين تبعونه. رجش فيهم على البنت. فعاد بخفي حنين. فمرته للحنين شافت حسن وهو راجع ماسك خفي حنين. أوكي. قالت لهم هو اللي قتل زوجي. قالوا لها كيف عرفتي؟ قالت لهم عاد بخفي حنين. بس مقنع. بوم دروب ذا مايك. بوم دروب ذا مايك. طيب سمعنا قصه جوي. ننتقل الان للاستاذ عمر. تفضل. عاد بخفي حنين. عادة بخفي حنين قصة معروفة أستاذ نادي. أشوف. في بغداد القديمة كان في مسابقة سنوية يشارك فيها أشهر 7 فرسان في المدينة. حلو. و7
وفكرة المسابقة أن يتم دفن مجموعة من الأشياء في المناطق الصحراوية. دفن مجموعة من الأشياء في مناطق الصحراوية. والفرسان ينطلقوا عند الفجر يدوروا تريجر هانت يعني. يدوروا عليها مشي بدون خيول. طيب. ولا كل واحد فيهم يرجع ومعاه قطعة من الدفائن قبل الغروب، يعني لازم نلاقي الغرض. لازم نلاقي سؤال ويجيب. أيوة. هو. مشيها. فهمت عليك. تصوير. أوكي. وأول واحد برجع يفوز بالمسابقة. وكان واحد أول واحد برجع هو اللي بفوز. بعطوه حنين. وكان واحد من المشاركين الهمام بن أسعد البختاري. معروف. معروف. واللي كان يطمح يفوز بالمسابقة هاي المرة لأنه شارك مرتين وما فاز، ما كان في نصيب يعني. زي الأردن في كاس. وبالفعل أيوة وبالفعل كان أول واحد يرجع من الفرسان وكان حامل بإيديه خفين. فلما وصل عند نقطة التجمع اللي كان فيها مئات الناس إذا متذكرين سلم الخفين للحكم قال له تفضل هاي الخفين. كان الحكم صيني برضه؟ لا كان محبوس. وحكى له لقيتهم مدفونين تحت مجموعة نخيل. هنا ليش اذا انت مقتنع بالسلافه بتصير انت بتكمل من عندك. اوكي لا بعتذر الا تشكيك مستر نادي ارجوكي بعتذر. لا لا والله لا انا مش جاي يعني لا 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 مش جاي اغنشكو بدي اسال عني بالسوق اسالي حنين نفسه اعملي سيرش انا اسالي عني بالسوق جوجلت جوجل مي يلا سولف كمل لي مين عرف اسمي عمر المهم وهون نط واحد من الجمهور يعني اخترت القصة اختصرها برافو عليك وهون نط واحد من الجمهور اسمه ايش حنين وحكى له انه هذول الخفين انهم ضايعين من ايام التوجيهين انهم ضايعين مرة لما كان مريح طبعا لما كان مريح تحت النخيل كان كان مرتاح وجت عاصفة رملية ودفنتهم أيوة ولا هم ايش من ضمن الجوائز انت بتقرا قصة قاعد عددية ضاع خلي كل واحد معه بس انا كنت احكي صح عنجد وصار الكل يضحك على همام وصار يحكوا عاده بخفي طيب مين حنين في القصه يعني حنين هي هي نص القصه طلع نط واحد من الجمهور من الجمهور اللي اسمه حنين الجمهور تبعه يعني انت مقتنع بقصته انا مش مقتنع انا انا متاكد انا مش مقتنع في البرنامج نادي انا اسف انت ما بتعرفيني لا انا ما بضيع وقتي وبوعدك انا ما حبيت تعرفك انا يعني مش بس بوعدك اني مش راح ادقق ارجوك لا بالعكس والله انت شرفتنا سيدي يعني انا ما اجيب لا لا باحترامك ببصم طبعا طبعا استاذ امجد تفضل هي القصه والله بصدق الحكي لا الشيء الوحيد الصح انها بالعراق في مدينه الحيره وهي مدينه هلا بائده مش موجوده هي كانت قريبه من الكوفه كان في اسكافي اسمه حنين شو هاي اللي بدها تسمع اجى عليه اعرابي وبلش يفاصله على خف اوكي خفين اللي هو شيء زي الصندل يعني طلع روحه بفاصله اوكي نشف ريقه للزلمه لغايه ما اخر شيء وصلوا للسعر اللي تمام اوكي ما اخذوش ما شرهوش وسحب حاله وراح طارت من راس حنين حلو انا بوريك هذا الزلمه طالع من المدينه شافه رايح لا التف وسبقه على مكان وعلق الخفين على شجره العربي مر كان معه جمل تبعه شاف الخفين صار يقول لحاله نفس الخفين لقيتهم عند حنين بس لقى واحد كان معلق واحد اوكي اخذه قال بس لو الاقي الفرد الثاني لقاها لقدام شوي حنين لف واخذ الجمل تبعه وروح فيه صار هذا الاعرابي معه الخفين تاعت حنين بس ما معهوش شيء ثاني انسرق كل شيء معه من حنين فراح معه جمل رجع بخفي حنين وهي القصه بس هذا لغز مش قصه هذا انا حسيت هذا لغز يعني انت في تهز راسك مش عارف هذا انا اصدق قصه واكثرها دقه اكثرها دقه في ايش عمر هلا بحكي لك شوف راح اسالك اذا قصتك صادقه واذا ما بتضحك لمده دقيقه راح تكون انت الجواب الصحيح طبعا خذ وقتك عشان بدنا على طول الكاميرا هاي التقنيه جايبه مش فاهم عن جد هاي اللعبه استاذ عمر قصتك هل هي القصه الصحيحه طبعا صحيحه صحيحة؟ صحيحة 100% مش كذاب يعني؟ ايه شو كذاب؟ يعني مصداقية هي أساس أي عمل أي تجربة أي ما لازم يكون في مصداقية في ناس بتتابع في ناس بتتابع
وجاي على برنامج اسمه حبل الكذب. والله انه اقنعني. طيب اعطي القرار النهائي. بتأكيد يكون نهائي ولا تكون ما قبل النهائي. انا بقول اللي معه القصه الصحيحه هو امجد حجازين. برافو. I was not expecting that. ايوه ولا ايش. الناس بالقصه معروفه. نار والله نار والله نار نار والله العظيم ما بعرف والله انك شاطره اقسم بالله طبيعيه. انا بعرف اسمع بس شفت كيف صفان قال مصداقية في ناس تتابع. ما شاء الله والله انك ايش كذوب كذاب وميت كذاب. والله كذاب ومليون كذاب. روح صح اعطوني النتائج قبل الفاصل. انا 2 ما شاء الله علي. امجد 1 جوي 0 عمر 1 وكثير عليك. جوي مع الفليله رجعت لكم. رجعت لكم فاصل ونعود. انت بتغار مني لانه انا عندي خلاص. قبل ما نطلع فاصل بدنا نشكر لينك من بنك القاهرة عمان، البنك الأول للشباب في الأردن. وصلنا الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة بعنوان الباقي عندك. في فقرة الباقي عندك رح أحكي قصة مشهورة، ولكن رح أوقف عند نقطة معينة ويكملوا ضيوفنا القصة من رأسهم بدون أي تردد أو تفكير ولمدة 60 ثانية، وبعدها أنا بقرر مين الأشطر. شو هاي الفقرة؟ شو قصة اليوم؟ رح نحكي عن روميو وجولييت. بدي أحكي قصة روميو وجولييت بعدين أوقف عند نقطة معينة بدكم تكملوا لي نهاية هذه القصة. ممكن ما يكون لها علاقة بروميو وجولييت طبعا، بس تكون مضحكة يعني واحد خليه يغير جو بالبرنامج يجيب مشاهدات فيها. طيب بقول لك روميو وجولييت بحبوا بعض، بس كل واحد من عيلة وبين عيالهم في تار قديم. حلو؟ حلو. بيوم بيقرر أبوها يجوزها غصب عنها. بتجيها فكرة عشان ما تتجوز وتهرب مع مين؟ مع روميو. بتروح على الصيدلية وبتجيب دواء منوم وبتشربه وبتنام. بيفكروها عيالها شو؟ ميتة. وبصيروا يجهزوا للجنازة. بسمع روميو الخبر وبنجن. بيروح بيشوفها آخر مرة قبل ما يدفنوها. وأول ما بيشوفها روميو الحمد لله اللي متي. بطلع تليفونه برنا صاحبته الثانيه بقول لها سايك احنا وضع تمام وامور تمام وخلصنا منها. كيف خلصنا؟ بقول لها بعدين بقول لك. انا قلت للصيدلي حط لها بدل منوم شيء بقتلنا. لا يا زلمه عبد الله قال لي اسمع بقول لك بس مش تحكي لحدا. مين كان يسمع؟ الشرطه. ما في جريمه قتل اكيد لسه مش عارفين انها نايمه اصلا. حلو. ليش كان الله يرحمها نومها ثقيل. انت يعني عجبتها. المهم حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمنا كلنا بعد. ايوه. سمعتوا مش سمعتوا؟ والله خل نروح. راحوا صحيت. حلو. كيف صحيت؟ كيف؟ من صوت الدوريه وي 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 كان عالي طبعا. عالي. ايش في يا جماعه؟ ايش في؟ قالوا ولا انا كنت نايمه. مش كنت نايمه. انت مش اخذت دواء؟ اخذ دواء. شو الدواء؟ احذر شو كانت ماخذه. بقدرش احكي عشان دواء مدرج. فهمت؟ مش قدر شيء. المهم بس ايش هلا هذاك طلع مع صاحبته قطعت تيكت ولحقتهم. لوين كانوا عاملين شهر العسل؟ في المالديف. حلو. اول ما وصلت المالديف شفتهم قاعدين في نقيفه. ولا هي قالت لي مين؟ خلصت القصه الحمد لله. ليش؟ عاد اقول لكم لما رجعوا روميو وجولييت نقيفه الاردن وي 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 الدوري. طيب جوي يلا قولي. بقول لك بس سمع روميو الخبر بنجن بيروح يشوفها اخر مره قبل ما يدفنوها. واول ما يشوفها روميو بيكون دكتور. والله جابتها من الاخر. شو بقول لعائلتها؟ بقول لهم انا بعرف هي معاها مرض معدي وانا كمان. أوكي. فهي لازم انها تندفن مكان بعيد. ها؟ ولازم تبعد عنكم كلكم. حلو. هو بس عشان يعني يستفرد طبعا. فحملها ومشي. بمسكها وبطلع. أوكي. بحكي لها خلص بعدنا عن بيتك. اصحي 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 مش قابله تصحى. تطلع له مين اللي اشترت منها الدواء بالصيدلية. اوكي. تحكي له مش راح تصحى. حلو. قال لها ليش؟ قالت له انا بدل ما اعطيها دواء منوم اعطيتها دواء يموتها. قال لها يا بنت الحلال ليش هيك عملتي هاي حبيبتي قصة شو؟ حكيت له انا بحبك من زمان وصراحة بديش تكون لحد غيري. فقلت هاي فرصة اني اموتها. بس يخلص الوقت. ايوه. المهم فهو بيجي انه بده ينتحر. بحكي له انا بداش اعيش من دونها وابصر شو زي هيك. بتحكي له خلص ماشي انا بنتحر من وراك. بقرر ينتحر مع بعض. Thank you, Joy. Welcome. We love you. يلا يا عمر.
ممكن بس ست نادية انت بتعرف كيف طبعا حلو نسيت انك انا ما بسمع اوعدي بسمع روميو الخبر هات لك حبه انا جاي بتعشى بس تخلصوا بعدولي وبنجن بقول لك روميو وبيروح بشوف مع خمره قبل ما يكسبوا واول ما يشوفها بدنا ايوه اسلوبك الحلو ايوه انا بدي اشتغل عند اهليكم بسمع روميو الخبر وبنجن وبيروح يشوفها اخر مره قبل ما يدفنوها واول ما يشوفها روميو يعني هو صراحه اجى روميو انا بعرف روميو على فكره من وين ايام الجامعه هو شاب عندنا بالحاره اول ما شافها هو مسمي كل الصبايا على موبايله جولييت 1 2 3 4 فما عارف اي واحده فيهم يبدو يعرف رن من تليفونها رن حاله من تليفونها يا ماما جوعان ليش لانه هو كان يعني مثلا كل واحده معطيها جو واحدة مثلا بعت لها ريلز كاظم الساهر هي رومانسية رومانس واحدة ليش تحكي القصة واحدة يعطيها جو تامر حسني هيك يعني كيف تامر حسني اكمل شعري ما ابدا مش تامر حسني اوكي تامر حسني مرشح لا بعدين لا لذيذ حبيته وواحدة ابن حبيته تامر حسني اكيد مش عمر اخر حلقة طبعا وواحد كان يبعت لها حمو بيكا وهيك يعني جو فهو متلخبط اي واحدة فيهم هو بس صار طالع يعني صار طالع من هذا مسك تليفونه ورنا حلو عشان يعرف شو الاسم ايوه لقاه عبد المواسرجي شباب اعطوه حسابه على الحلقه وطعنوه بس يوصل له الاسانسير ست ناديه ما بدي اشتغل شغفي الله يبارك فيك قدوتي الله يبارك انا قدوتك انا الشغف اللي بيمشيني افتحي انه ما حقولي انه تفاح لا افت نادي انا ما بدي انت قدوتي طب خلص هسه خلصنا خلصنا اروح يعني ولا لا خليك انا ضايل الفقره مستحملك كمان دقيقه سمعيني يا نادي سمعيني النتائج عشان الواحد لا جوي هي اللي فازت بهاي الفقره ان يور فيس طبعا ليه جوي اسم يا اخي انت اخو برائي بالله عليك من ذكر قصتها لا عارف هي مش بتذكر ولا صوت طيب اعطوا نقطه لجوي هاتوا نشوف النتائج نادي الزعبي 2 امجد 1 جوي 1 عمر والله يبارك لك الشغف بالعب دور انا اللي اخذت الكارت لا تقدم قصدي انا اكثر منكم طيب تقدم ماشي الحال حلوين طيبين بنحبكم فقرة اسمها أقوال مغلوطة هاي بدها تركيز يا عمر شو فهمنا يلا مغلوطة. أقوال مغلوطة في فقرة أقوال مغلوطة عنا أقوال مشهورة وضيوفنا بدهم يحذروا مين صاحب المقولة واللي ما بحذر صح باخد أنا نقاطه شوفوا ضمن هاي الفقرة كل واحد له بوستر يعني اقتباس من الاقتباسات بدك تعرف مين اللي حكاها وهي جمل متعرف عليها نبلش بقى كذا وإلى كم استعجل خليها لجوي جوي حرام ما إلك دخل أنا اللي بختار عمر عبد الله كثير سهل دنا غلبان طبعا أستاذ عادل إمام بمسرحية شاهد الله عليك الله 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 دنا غلبان أنا بحبها صراحة بحبها المسرحية والله وهي بتشكر فيك يا أخوي اللي بعده بتدخلوا صبارس في الفصل مدرسة المشاغبين الأستاذ حسن مصطفى الله الله, الله شوف هذا يا زلمة موسوعة لا بيات على التلفزيون مش اسمع ما بدنا نغششها خليها تفكر ما بدنا نغششها طبعا يلا طبعاً. أحمد حرام جوي استنى غششها بالعقل عرفت نفس المسرحية الماضية صح ريوسكي ايوه مين حكاها مين حكاها معقول زهير بابلي زهير عبد الحق زهير ايه زهير البابلي اصلا مش زهير لا اخوها لزهير احمد بدير ابعال احمد بدير برافو عليك احمد انت حتتجوزي يا لهوي اعطيها نقطه كتكوت البنت هاتوا لا يا اخوان شو الكوسه هاي انت قلت انه شو اسمه ما هي كوسه ما هي كوسه صحيح هي كوسه شو نقطه
احمد برافو. هات نشوف شو ال... ها؟ انا فكرت هو انت معنا يلا هات نشوف النتيجه. ناديه زعبي 2 اثنين هسه بخسركم. انا 2 امجد 2 جوي 2 عمر 2. هلا الفقره الحاسمه، الفقره بعنوان ناديه تكذب كذابة. الغلط اول اشي بحكي لا هسه بصير يجي يرمي علي القلم. كذابة ومين كذابة؟ ناديه الكذابه. يلا في فقرة ناديا الكذابة رح أحكي معلومات عن ضيوفنا وهم بدورهم لازم يثبتوا إني كذابة. شوفوا حبايبي، نعم، هاي الفقرة بدي أعطي 3 معلومات عن أي شخص قاعد معنا. إذا حسيت إني أنا كذابة لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله آخر ما أكمل الجملة، بس أكمل الجملة بتقولي بتقولوا كذابة. أوكي. بس ما تشطبوني بال لا لا ما رح أشطب إن شاء الله. إذا كنت المعلومة اللي عم بحكيها صح عيرونا سكوتكم. طبعا ماشي طبعا. يلا أعطينا الجملة الأولى. خش علينا خش علينا. جوي موجودة بالبرنامج غصبا عني لأني شخصيا ما بطيئها. كذابة. جوي كلنا ما بنطيئها. الله لسه في زيتك طمني عنك. هو غيران مني لأنه ما عنده شعر. صح وما عنده شعبيتك. صح شعبيتك ما عنده شعريتك. شعريتك ما عنده يا. طيب اللي بعده. أمجد كان خاطب حب حياته لمدة 3 سنين بس تركته بعيد الحب لأنه خانها مع خالتها. وحياة أمي ما في منه. هذا العشق الممنوع. أي شو هات سمعتي بقى. خالتها. خالتها كان سوف ألتزم الصمت. أيوة. حتى لو بخسر. حتى لو بخسر. حاسس إنه أمجد بيسويها. أمجد بعملها. أمجد عنده أسلوب على فكرة. الأخيرة. هل عنده أسلوب؟ صغار كبار. نادية الزعبي أصلها لبناني من بيت الزغبي وبتقرب للفنانة نوال. كذابة. أنا من وين طيب؟ أحكي أنا؟ أبعرف. من وين؟ شمال. رمثة. الله عليك. أنعم وأكرم. احذر كيف عرفت؟ كيف؟ لما كنا بالصلط وسألوكي. برافو عليك. هم تبين. أنا وياه عملنا بالصلط تذكرك. طيب هلا ال. برنامج. أنا انبسطت فيكم كتير كتير. والله العظيم. بدي أشوف النتائج مين فيكم الربح. نشوف مع بعض. يلا نشوف مع بعض. نادية 2 أمجد 5 جوي 5 عمر 5 كلكم فزتوا اليوم معانا. النقاط لا تعني شيئا طبعا. استنى استنى لا لا بدي احلها معك. استنى ايش استنى شو بدك تعطيها؟ لا شو اعطيها؟ لا استنى ايش حابب استنى بالله. لا خلص كلهم ربح. لا يلا يلا الدنيا دوارة. فن فن راس غلط. حتف دي حتف دي حتف دي. طيب احنا بهيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. ان شاء الله غدا يتجدد اللقاء. تشاو. بنحب نشكر الراعي الرئيسي لبرنامج حبل الكذب لينك، البنك الأول للشباب من بنك القاهرة عمان. البطاقة الجامعية الذكية من لينك بنك الشباب التابع لبنك القاهرة عمان تمنح الطلاب مزايا وخصومات مميزة. لتعرفوا أكثر زوروا موقع link.jo أو اتصلوا على الرقم 06-577-00. وكمان بنحب نشكر رعاة البرنامج، المراعي جودة تستحق الثقة، كافينو عقلك ماخدينو، منظفات الجزيرة، سان توب للكل في بيت الكل، حلويات النجمة الاسم نجمة والحلو 5 نجوم، اي كي كلينيك عيادة الدكتورة أفنان عطية، توديز شوكليت، شركة NCM وكيلكم المعتمد في التداول وهي أصلا كان اسمها شركة نور المال، إنفينكس موبايل. We'll be right back.